بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب الجميع في رحاب هذا العدد الجديد من برنامج ضحى القناة. ضحى القناة لنهار اليوم يأتيكم استثناء ولليوم الثاني على التوالي من قصر المعارض بصنوبر البحري الذي يحتضن فعالية الطبعة الخامسة من صالون الحج والعمرة. ستكون لنا وقفات بحول الله تعالى مع فعاليات هذا الصالون، سننقل لكم أجواء الصالون بحول الله تعالى خدمة لحجاجنا الميامين وكذا المعتمرين حتى يؤدوا مناسك يعني الركن الخامس من أركان الإسلام في أحسن الأحوال والظروف بحول الله تعالى. ستقاسمني كذلك يعني تقديم هذا البث المباشر زميلتي ذهبية هامل التي ستجول وتصول بنا عبر أروقة الصالون لتنقل لنا أجواء الصالون وانطباعات كذلك المواطنين ومختلف الهيئات والمؤسسات المشاركة. ورحب بزميلة ذهبية أهم. السلام عليكم، مرحبا بك ذهبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من نعم الله تعالى مشاهدينا الكرام أن جعلنا من أمة الإسلام، ومن نعمه أيضا أن اصطفاك أخي الحاج أختي الحاجة واجتباك أن تكون من ضيوفه. وأي ضيف أنت عند العزيز الملك الجبار. وحتى نحسن ضيافة الله عز وجل لابد أن نتمتع بجملة من الآداب والسلوكات، وحتى يحصل ذلك لابد أن نتقيد بجملة من القواعد، وأن يكون هنالك زاد مادي ومعنوي شرعي. وبحول الله من خلال هذا الصالون سنطوف في أروقة الصالون. هذا الصالون هو الطبعة الخامسة من صالون الحج والعمرة. العديد من النشاطات والفعاليات التي من خلالها نهيئ الحاج حتى يؤدي مناسك الحج على أكمل وجه. ويقول أبو عطاء السكندري رحمة الله عليه: إذا عرف الإنسان المقصد عرف ما وجد. إذا عرفنا مقصد من الحج أكيد بإذن الله سنغنم من بركات وثمرات الحج، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أليس كذلك زميلتي ابتسام؟ صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. نجدد يعني تهانينا وتبريكاتنا لكل من اصطفاهم ولكل من اختارهم المولى عز وجل، لكل الفائزين في قرعة الحج. نسأل المولى عز وجل أن يوفقهم أجمعين، كما نسأله تعالى أن لا يحرم مؤمنا من زيارة بيته الحرام. إذن عديد الفقرات الثرية والمواضيع المتنوعة نعدكم بها خلال الساعتين من عمر برنامج ضحى القناة. ابقوا معنا مشاهدينا الأكارم، لا تبتعدوا كثيرا، ندعوكم لمرافقتنا على مدار الساعتين من عمر برنامج ضحى القناة. فأهلا ومرحبا بالجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الخلق حبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع في رحاب هذا العدد الجديد من برنامج ضحى القناة، هذا العدد الخاص الذي نقدمه لكم اليوم استثناء ولليوم الثاني على التوالي من قصر المعارض بصنوبر البحري من قلب يعني صالون الحج والعمرة في طبعته الخامسة لهذه السنة، خدمة لحجاجنا الميامين، خدمة للمعتمرين. نسأل المولى عز وجل، نسأله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله تعالى أن لا يحرم مؤمنا من زيارة بيته الحرام. نسألك اللهم أن توفق حجاجنا الميامين في أداء مناسك الحج والعمرة في أحسن الأحوال وظروف. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وطبعا لا يطيب لقائنا هذا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وقفة مع الورد اليومي من أذكار الصباح. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحية عطرة نزفها لكل مشاهدين الأكارم في رحاب هذا العدد من برنامج ضحى القناة، نقدمه لكم اليوم من قصر المعارض على الهواء مباشرة من صالون الحج والعمرة في طبعته الخامسة. صالون الحج والعمرة يعني هو متواصل إلى غاية 22 من شهر فبراير، يعني بعد غد السبت بحول الله تعالى، عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية، العديد من الفعاليات والمسابقات، الكثير من المفاجآت لكل الزوار. دعوة لكل يعني مشاهدين الأكارم للالتحاق بالصالون والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة. يعني ربما عطلة نهاية الأسبوع ستكون فرصة سانحة لكل العائلات لزيارة الصالون والتعرف على مختلف الخدمات والعروض التي تقدمها مختلف الوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم الحج والعمرة والمتواجدة هنا لتقديم خدماتها والتعريف بخدماتها وعروضها لكل يعني من يريد أكيد ومن منا لا يشتاق لزيارة بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، أكيد دعوة للجميع للحضور هنا، ودعوة لكل مشاهدين الأكارم كذلك لمرافقتنا على مدار الساعتين من عمر برنامج ضحى القناة واكتشاف جملة المواضيع والفقرات المقترحة عليكم في عدد اليوم من برنامج الضحى. فابقوا معنا، نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة توقعات الأحوال الجوية ثم نعود لنلقاكم بحول الله. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. إذن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل صلاتنا وصالح أعمالنا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله كل من التحق بنا اللحظة، كل من اختار مرافقتنا ومتابعة برنامج ضحى القناة. نتواصل وإياكم على مدار ساعتين من الزمن لغاية حدود منتصف نهار هذا اليوم المبارك بحول الله تعالى. عديد الفقرات، عديد المواضيع نقترحها عليكم بحول الله، يعني ننقل لكم فعاليات وأجواء صالون الحج والعمرة في طبعته الخامسة. هذا الصالون يعني فيه عديد الأجنحة، أجنحة خاصة بوزارة الصحة، أجنحة خاصة بمديرية الأمن، بالحماية المدنية، كله لتنوير يعني وتعريف الزوار، زوار الصالون بمختلف يعني المهام. ندعو كل مشاهدينا الكرام للحضور هنا التعرف عن قرب على الوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم الحج والعمرة، تعرف على كذلك العروض، مختلف العروض والخدمات التي تقدمها. الدعوة مفتوحة لكم مشاهدينا الأكارم لمرافقتنا على مدار يعني عمر برنامج ضحى القناة للتعرف على جملة المواضيع المختارة في هذا العدد. ابقوا معنا لا تبتعدوا كثيرا، نواصل عرض فقرات برنامج ضحى القناة، فقرتنا الموالية طبعا لا ننسى أحبتنا الصغار، لهم نصيب من فقرات برنامج ضحى القناة، السراج المنير مهدى لكل أحبتنا الصغار، فمتابعة طيبة نتمناها للجميع. حبيبي يا رسول الله، شفيعي يا رسول الله، يا مصطفى بعد صلح الحديبية بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة بإرسال الرسل إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى هرقل قيصر الروم
وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى حاكم البحرين وصاحب دمشق وملك عمان، وإلى المقوقس عظيم مصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحاً وعظيماً في دعوته وأسلوبه، فلاق القبول والرد الحسن لدى معظمهم. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وكان لا بد من مهاجمة خيبر حصن اليهود ووكر الفساد المنيع، وخاصة بعد أن حاولوا قتله. بعد قتال مرير تهاوت حصون خيبر، وأيقن اليهود أنهم هالكون لا محالة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويتركوا له الأموال، فصالحهم على ذلك وتم تسليم الحصون للمسلمين. وفي العام نفسه اتجه المسلمون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة على ما تعاهدوا عليه في الحديبية، وخرج المشركون ليروا المسلمين فانبهروا بما لمسوه من قوتهم وجلدهم. وحين قتل أمير بصرى حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة مؤتة، إذ سار جيش المسلمين لمواجهة جيش الروم للمرة الأولى. وعلى الرغم من عدم التكافؤ الهائل بين الجيشين، إذ كان عدد الروم يقارب 200,000 مقاتل في مواجهة 3,000 من المسلمين، اقتتل الطرفان قتالا عنيفا حتى انسحب الروم، وأثبت المسلمون مهارتهم الحربية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وحين نقضت قريش عهدها بمهاجمة بني بكر حلفاء قريش خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، توجه بعشرة آلاف مسلم نحو مكة، وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن لمس الرحمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعرف أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وفي صباح يوم 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وهو متأطئ الرأس تواضعاً لله تعالى، ومحذراً من إراقة الدماء، وداعياً إلى الرحمة. وبعد أن أقبل إلى الحجر الأسود واستلمه، طاف بالبيت الحرام، وأزال ما فيه من أصنام وتماثيل وصور، وصلى فيه،
ثم قال لأهل قريش الذين كانوا ينتظرون ما يفعل بهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم عاد مع صحابته إلى المدينة المنورة. هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان باستطاعته القصاص من أهلها، إلا أنه عفى عنهم ودعوا بالطلقاء بعد هذا اليوم؟ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت طوال حياته أنه لم يسعى وراء مصلحة شخصية ولا وراء انتقام أو ثأر، بل كان في سعي دائم ليدخل أكبر عدد من الناس في الإسلام لتعلو كلمة الله في الدنيا كلها. عرف العرب بعدها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام، وسميت السنة 9 للهجرة عام الوفود، فقد وصل عدد الوفود إلى أكثر من 70 وفدا، وتوحدت القبائل والشعوب تحت راية الإسلام، وزالت الجاهلية وآثارها، وتمت أعمال الدعوة. وعلى الرغم من النصر والسيادة، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في شكلها وتواضعها تعبر عن نظرته إلى الحياة الدنيا وأنها ظل زائل، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بحجرات من الطين والجريد وبعض الحجارة، وكان أثاث بيته في غاية البساطة، وذلك ليكون المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الرضا والقناعة والصبر والاحتمال. وامتدت ظلال الهدي النبوي لتشمل التربية والأخلاق وحسن المعاملة، فكانت نعم ما يقتدي به المسلم لينير دربه ويطمئن قلبه. وفي السنة 10 للهجرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن مقامه في الدنيا قد شارف على النهاية، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه على أداء مناسك الحج. وفي يوم عرفة ألقى خطبة الوداع، وأشار فيها إلى تعاليم الإسلام التي تضبط علاقات الناس بعضهم ببعض، ووصاهم أن يعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله عليه، وأشهد الناس أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة الموافق 8 من حزيران سنة 633، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، بعد أن أتم الله تعالى عليه نعمته ونصره وأتم له أمر هذا الدين القويم. وبفضل الله تعالى الرسالة النبوية لم تنتهي بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن دعوته مستمرة، فقد أرسل إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فصلوات الله وسلامه عليك يا خاتم المرسلين، ويا من بعثك الله نورا ورحمة للعالمين،
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. تحية عطرة زكية مباركة لكل من اختار مرافقتنا في هذا الصباح، لكل الأحباء والأوفياء والرفقاء لنا طيلة عمر برنامج ضحى القناة. نرحب بكم جميعا، كل من التحق بنا اللحظة نذكره ونذكر كل مشاهدينا الكرام بأن عدد اليوم برنامج ضحى القناة هو عدد خاص نقوله لكم على الهواء مباشرة من قصر المعارض للصنوبر البحرية الذي يحتضن فعاليات صالون الحج والعمرة في طبعته الخامسة، خدمة للحجاج والمعتمرين وكل زوار بيت الله الحرام. يعني كل فقرات برنامج ضحى القناة نهار اليوم كيفت وهذا الموضوع، موضوع الحج والعمرة. طبعا عديد المؤسسات والهيئات حاضرة هنا، من بينها وزارة الصحة، وطبعا لتقديم جملة من الإرشادات والنصائح الطبية لزوار هذا الصالون. يحضر معنا في هذا الصباح الطيب المبارك دكتور حاج معطي خليل، ممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أهلا ومرحبا بك. شكرا سيدتي، هذا شرف لنا بالمرة الثانية نقولها، ولكن حقيقة أنا فرحان بزاف أني متواجد معكم ونشكركم على العام من هذا راكم تقوموا به في ميدان التوعية والتحسين في جميع الفترات، وحصل لي الشرف اني عملت معكم في عدة حصص، ونشكركم على هذا الجانب التوعوي والتحسيسي لانه هو الاصل الان في التكفل بالمرضى. الجانب التوعوي والتحسيسي راه يشكل عامل كبير ان شاء الله في التوعية في لتجنب هذه المشاكل الصحية اللي نتمنى وان شاء الله ما يكونش الحجاج تاعنا ولا المواطنين ولا المقبلين على عدم مناسك العمره ولا مناسك الحج. شكرا لك وجزاك الله خير الجزاء، وشكرا على تلبيه دعوه البرنامج، ويعني مثل ما تقدم الفائده لزوار المعرض ستقدم الفوائد كذلك للمشاهدين الاكارم. هذه ماشي نقولها كي راني حاضر معكم، نقولها في غيابكم لانكم ماشي من العام الاول اللي نخدم معكم، وهذا شرف ليا اللي راني متواجد معكم، وان شاء الله ربي يقدرنا باش نديروا اكثر واحسن ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. الترحيب موصول كذلك باستاذنا الفاضل الاستاذ فيصل أحادة، مرشد طبي ورئيس جمعية مرضى السكري. أهلا ومرحبا بكم. وبك أهلا، شكرا على الاستضافة. ككل خميس إن شاء الله، إن شاء الله ممكن نزيدوا نصحوا شوية يعني نصائح بالنسبة للمسافرين بصفة عامة، سواء السفر يعني ممكن الحج والعمرة، وكاين سفر آخر ممكن البلاد المجاورة ولا ممكن البلاد الأخرى. يعني المسافر ممكن يكون مصاب بداء سكري، يكون مصاب بالضغط دموي، ونعطوا له نصائح وارشادات بالنسبة للمسافر بصفة عامة، نخص بديك المصابين بالأمراض المزمنة اللي يروحوا الموسم العمر العمرة ولا موسم اللي يروحوا العمرة ولا يروحوا الموسم الحج إن شاء الله، لهم مقبلين على يعني ممكن سفر شوية كبير متعب. لهذا يعني أهم نصيحة الأولى اللي نقدر نقولها هي مادام عرنا قبل موسم الحج بثلاث أشهر، يعني المرجو من المريض، كل مريض سواء السكري ولا الضغط الدموي ولا أمراض يعني المزمنة الأخرى، مراجعة الطبيب المعالج، لأنه الميدسان تريتون عنده دور كبير كيفية تثقيف المصاب أثناء موسم الحج، ناهيك على يعني الأدوية المخصصة اللي يديها الحج. من المعروف أنه كل ثلاث شهور عنده زيارة للطبيب، ممكن زيارة خاصة، هذه تكون خاصة لأنها راهو مقبل على موسم ممكن نقوله هنا يا ماش باش نخوف المصابين دا سكري، ولكن نقول موسم شوية متعب، ولكن يعني بتضافر جموع الجميع وحتى يعني الوزارة الوصية ككل سنة يعني كنا سلفنا الذكر تاعها وقلنا يعني حاضرة طاقم طبي من أحسن طواقم طبية ماش كي قدامي، هذه اللي تابعني على صفحة الفيسبوك ولا عن طريق المتدخلات تاعنا سواء الإذاعية ولا التلفزيونية، كنا تكلمنا على الطاقم الطبي تاع الوزارة الوصية، يعني الحمد لله من أحسن طواقم على المستوى كما نقولوا المجمع الإسلامي ولا العربي. أنا نتكلمنا لأن دبنا صبر آراء وحضرنا يعني في ندوات علمية مع مختلف يعني البلدان العربية، يعني شكرونا في الطاقم الطبي، يعني كان عنده يعني مبادرة حتى يعني التهاء بمرضى اخرين من خارج الجزائر مش جزائريين يعني وداويناهم الحمد لله. هذا بتوفيق بالجميع ان شاء الله، وكلنا معنيون بداء السكري.
أكيد داء السكري وكل يعني الأمراض المزمنة ستتفضلان يعني أساتذتنا الأفاضل بتقديم جملة من النصائح والإرشادات لكل يعني المرضى. وقبل ذلك يعني دكتور يعني حاج معطي، تظهر أنت وطاقم طبي وإطارات يعني وزارة الصحة والسكان في هذا الصالون على تقديم جملة من النصائح والإرشادات للزوار. طبعا هل لك أن تضعنا في صورة يعني أجواء الصالون في الأيام الثلاثة الأولى، وكذلك ما هي طبيعة الأسئلة التي والاستفسارات التي يطرحها؟ حقيقة على كل حال احنا التوصيات اللي عندنا من وزاره الصحه والسكان وصلاح المستشفيات هي استعمال جميع قنوات التواصل مع المواطنين. وكانت عندنا هذه الفرصه طيبه اليوم اللي رانا متواجدين في صالون الحج والعمره، وين كان اقبال كبير تاع ناس مقبلين على اداء مناسك العمره ولا الناس اللي في عمليه القرعه ومقبلين على اداء مناسك الحج. الاسئله معظمها كانت دور في واش هما التلقيحات اللي لازم نديرهم، واش هما التطعيمات، وكيفاش نبدا ندير التلقيحات، واش هي اللجنه الطبيه الولائيه، كيفاش نتقرب منها. وكانت حالات اخرى، وهذه ثاني حاجه مهمه، ونشكر السيد الفاضل اللي راهو حاضر معنا اللي راهو هنا، هذا ثاني شيء مهم، والعمل اللي راهم يقوموا به في الميدان هو عمل ثاني جبار وكبير. الناس اللي عندهم داء السكري ولا الامراض المزمنه الاخرى كما نقولوا احنا ضغط الدم ولا بروستات ولا هذوك، تلقاهم يطرحوا اسئله خاصه تخصهم هما، ما يقولوش، ما كانتش عندهم اسئله عامه زعما في الجانب الاداري ولا التنظيمي، ولكن كانت عندهم اسئله تخصهم هما ولا الادويه اللي ياخذوا فيها. الحمد لله احنا عندنا طاقم راهو متكامل لهنا، ونقدمنا النصائح والارشادات لكل فرد، هذه الحالة الخاصة تاع كامل الناس اللي جاوا لهنا وطرحونا الأسئلة قمنا بالآخر. احنا أنا نعاود نقول سيداتي الشيء المهم وذكرناه في عدة حصص، ولكن معليش احنا نعاود نكرروا باش تعمل فايدة. وحنا التوصية التانية اللي كانت عندنا باش نتكلموا بلغة ماشي تقنية ولكن لغة بسيطة باش الناس كامل تتفهم الشهادة. حنا رانا متيقنين باللي الناس اللي خرجوا في القرعه ولا الناس اللي راهم مقبلين على اداء مناسك العمره ولا الحج من الجانب الروحي ولا العقائدي خلاص راهم لاباس بهم الحمد لله، لكن ائمه كاين دروس في المساجد. ولكن حنا الهدف تاعنا هو ان الانسان هذا ولا المواطن اللي راهو مقبل على اداء المناسك يكون في احسن الظروف الصحيه باش يؤدي هذه المناسك، لانه يلزم له جهد بدني، جهد بدني. احنا الان راح نتكلموا على الناس اللي عندهم الامراض المزمنه سواء الداء السكري ولا الاخر، كما تفضل الاخ الفاضل وقال لك يلزم يعاين الطبيب المعالج، هذا مهم مهم جدا. ولكن نزيدوا احنا ثاني نقولوا باللي كي عاين كي يجي كي يروح يشوف الطبيب المعاين تاعو، يلزم اذا كان رايح للعمره في سبيل المثال يريح نقول له 30 يوم، يلزم يدم كميه الدواء تاع 45 الى 50 يوم. اذا كان رايح للحج الى مده شهر، ماذا بينا احنا يدي كميه الدواء تاع شهر ونص ولا شهرين. لماذا؟ راح نقول لكم لماذا. لان صراو حالات سيداتي في البعثات اللي فاتوا ولا في السنين اللي فاتت، الحاجه الاولانيه كاين ناس اللي فقدوا الحقائب تاعهم. كيف فقد الحقيبه تاعو، كيف فقد الحقيبه تاعو، هذه صرا لان في هذيك كما حنا نقولوا شهر رمضان ولا في موسم الحج يكون اكتظاظ كبير على المطارات في المملكه العربيه السعوديه، وهذا شيء يقدر يصرا وان الانسان يضيع الحقيبه تاعو ولا ما تلحقوش الحقيبه تاعو. حنا كيقولوا لهم يدوا كميه كبيره، انه ما يحطش كميه تاع الدواء كامله في حقيبه واحده، وانه يقسم الدواء تاعو في عده حقائب باش هكذاك ان شاء الله ما اذا ضاعت له حقيبه يلقى الدواء تاعو. حنا ننصحوا ثاني الناس اللي عندهم داء السكري ولا داء ضغط الدم انهم ياخذوا معهم وصفه، يدوا الدواء ويدوا وصفه طبيه. لا قدر الله وضاع الدواء ولا تكون عنده، لاخاطش راهو حالات من تسقسي الحاجه تقول لها يا الحاجه واش بيك واش عندك، لا قلت تقول لي عندي مرض السكر، تقول لها اعطيني الدواء ما تعرفش يعني الدواء، هذاك راح تسهل. هي على كل حال اجراءات بسيطه واشياء بسيطه البرك الانسان اللي ما يقومش بهم. حنا كي نتكلموا على الناس اللي عندهم الامراض المزمنه هادو، يلزم الناس هادو تفهم باللي عندهم خصوصيات، معناتها هما عندهم يقدروا يكونوا اكثر عرضه للوعكات الصحيه، اكثر عرضه للامراض. لهذا الشيء لازم الاحتياطات اللي ياخذها الانسان اللي عنده داء السكري ولا الانسان اللي عنده امراض اخرى كما الاخر تكون اكثر من الانسان العادي. نعطيك في سبيل المثال، احنا صرا لنا حالات وين كاين العام اللي فات الله اعلم ولا العام اللي فات، انسان اللي ما خداش الاحتياطات اللازمه من جانب الحذاء، كان عنده مرض السكري
وكل حق الى البقاع المقدسه. الناس تعرف بلي كاين الساعي كاين طواف معناتها يمشي بزاف. الحذاء هذاك صار له مشكل في الرجل تاعو راح حتى نبطر الاصابع، وكان احتياط بسيط واش كان قادر يقوم به ان السيد هذا باريزوم انسان اللي عنده مرض السكري، احنا ننصحوهم بلي الحذاء اللي راح يستعملوه في المناسك يجربوه هنا في الجزائر ويمشي به، ما يخليش حتى يلحق الى التم للبقاع المقدسه. وثاني كاين اجراءات اخرى وهي اجراءات لازم يقوم بها. نعم. وهذه من الظواهر احنا نقولوا ما بين قوسين السلبيه تاع المجتمع تاعنا، وين انسان على مقبل الذهاب الى البقاع المقدسه عنده زيارات تاع الاقارب تاع الاهل تاع يتعبوه، ما يولي ما يقدرش ياكل مليح ما يرقدش مليح، يعني ديجا هو عنده مرض مزمن، ومن بعد يكون عنده اضطراب في النوم اضطراب في الاكل ويزيد تعب سفر. الناس لازم تتفهم باللي السفر هذا راه فيه تعب، وكي يلحق الى البقاع المقدسه راح يتغير عليه الجو يتغير عليه المحيط ويتنقص المناعة تاعو والتم يطيح مريض، وبهذه الصفة هذه ما يقدرش يؤدي المناسك تاعو. أكيد. ومن المهم ربما كذلك أستاذ أحادة أنه المريض الذي يعاني من أي مرض مزمن أيا كان أنه يحمل معاه تقرير طبي من طبيب المعالج، حتى يعني في حالة وعكة صحية في البقاع المقدسة يسهل على الأطباء هناك التعامل. يعني مراجعة الطبيب المعالج في الميدسان تريتو عنده دور كبير، لما يقولوا أنا الطبيب ممكن يروح عنده يقول له انا رايح المقبل على موسم الحج ولا موسم نروح للعمره ولا نعتمر ولا، الطبيب يعني فاهم. وممكن كاين حتى يعني ممكن ما قال الطبيب عنده العقل والوصفه الطبيه عندها دور هام. لماذا؟ لما نقولوا احنا تروح الام ولا الاب تاعنا ممكن كبار سن ماهمش قاريين ما يعرفوش الانسولين ما يعرفوش لي زينيتي حتى يعني ممكن لي دوز الانسولين تاعهم ما يعرفوهمش، الطبيب لما يكون تما باش يقدر يعني تسهلوا المهمه، ماهوش يعني ممكن احنا نسهلوا له المهمه، لا خاصه لما نتكلموا على زيبوغليزيمي هبوط السكر في الدم يعني تسمى حاجه خطيره ممكن نخسروا روح. لهذا مرجع الطبيب حاجه اولى، حاجه ثانيه تكون الوصفه، الوصفه اللي تجيب بها الدواء الفارماسي الصيدلي يقول يدير لك فوتوكوبي على الوصفه، هذه حاجه. الوصفه اللي راها معايا البطاقه المصاب بداء السكري من الاحسن ان تكون حامل البطاقه فيها كل يعني واش ماشي يلزم يدير لهم، خاصه لما تكلموا على البطاقة يعني تبين أنه جزائري حاجة الأولى، حاجة ثانية ممكن فيها كل أدوية تاع المخصصة، مام يعني اللي ما يعرفش يعني ماهوش طبيب ماهوش يعرف بلي أنه ممكن هون كديبوغليسيمي هبوط السكر بالدم يعطي له حاجة حلوة فيها نصائح وأرشادات بالنسبة للشخص اللي يلقاه طايح. ناهيك لما نتكلموا على المصابين بالأمراض المزمنة بصفة عامة ونتكلموا على السكري، السكري المعروف أنه المصاب بدا سكري لما تكلم الأستاذ على القدم السكري، أهم مشكل يواجهه المريض لما يرجع من البقاع المقدسة وهو القدم سكرة. لماذا؟ لأنه ما يعتنيش بها. ونتكلموا على الصفا تكلم على المروة المزدلفة ذهب المينان يعني فيه يعني ممكن حتى يعني قوة وجهد بدني ليسحقوا يعني كما نقولوا الحاج لهذاك الموسم. لهذا ننصح أنه الزيارات نقللوا من زيارات الناس ولا تروح تقعد من 8 تاع الصباح حتى 12 ويجوا العشيه جماعه واحد اخرى من 1 حتى 5 باش يواجهوا هذاك الحاج. هذاك الحاج يكون منهمك بالعمل تاعو زيد الفواياج تاعو زيد الكلام اللي كان يقوله ويحكي ويحكي ويحكي، هذاك التعب كله يخرج في موسم الحج ليوقع يعيقه من ممكن اداء المناسك كلها، ممكن يعيقه حتى يعني ممكن الذهاب للمزدلفه ولا ممكن ما يروحش للميناء ممكن ما يعطاهم ما يحجش حاجه صراو ماشي في الواقع كاينه هذه يعني. ممكن دوك ماذا بينا حنايا المريض المزمن يعني يعرف انه حتى العائله الصغيره ولا العائله الكبيره ما يزيدوش يتعبوا، خاصه لما تكلم الاستاذ على القدم السكريه. شوف كاين ناس يعني ممكن نقولوا احنا ثقافه جزائريه ولكن هي فيها سلبيات ايجابيه لانه الاعتناء بالاب والام يعني من حسن الخلق، ولكن فيها سلبيات لما نشري البابا الحذاء الجديد ونقول له تروح به الموسم الحج ونخليه حتى لافي تاع الحج يلبسوا حشاكم واكرمكم الله ويروح به الطياره او عطوه او قرصوه او خبشوه، ممكن يجي مزير ممكن يكون عنده عواقب وعواقب وخيمه جدا تعيقه حتى يعني من اداء المناسك العاج. لهذا ننصح انه يكون حذاء طبي
الطبي حاجة الأولى، حاجة ثانية ما نطلبوش حنا يكون غالي الثمن، لأن شوفوا الناس راهي تاجر في هذه الحصة هذه يقول لك حذاء طبي بجوج ملايين، مستحيل هذاك حذاء تاع يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، حذاء طبي كاين من 5000 دينار حتى 8000 دينار يشريح، ولكن ننصح المريض أنه يلبسه ويمشي به حوالي أسبوع قبل الذهاب إلى الحج، يعني كما نقولوا حنا حاشاكم وأكرمكم الله، القدم تاعو توالفوا توالفوا. كذلك في موضوع آخر يشغل بال يعني ربما الحجاج والمعتمرين، هو تلقيحات ضد الأمراض المعدية، وربما الشغل الشاغل أو كل الاهتمامات تنصب هذه الأيام حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه مثلا. كاين التوصيات، هذه التوصيات اللي نمدوها في الناس كما يتكلم على الفيروس كورونا، ولكن نعم. هي التوصيات تاع المنظمة العالمية للصحة في هذا المال، هي تشمل جميع الأمراض المتنقلة التنفسية، هذه نعم. المرض عبر الهواء، وهذه تشمل الكورونا داخلة فيها، لاخاطش كي نقول لك أنا غسل اليدين، كي نقول لك استعمال الكمامة، كي نقول لك عدم العطس، ولا كي يكون إنسان عنده الحمى ولا ما تقتربش به، هذو كاملة داخلة في جميع الأمراض التنفسيه. حنا الهدف تاعنا من هذا الشيء صادق ماشي غير مرض واحد ولكن جميع الامراض، هذا الشيء الاول. حبيت ندير ملاحظه برك، كما تفضلتي سيدي قلتي على التقرير الطبي، نعم. التقرير الطبي يقدر يديه الانسان اللي راه مقبل على العمره، ولكن في الحج كاين دفتر صحي للحاج اللي راح يلخص كامل الحاله الصحيه تاع الحاج. هذا الدفتر الصحي راح عليك ان شاء الله ايام قليله راح تكون لجان طبية ولائية، والناس اللي خرجوا في القرعة راح يتقربوا منهم باش يديروا لهم التطعيمات، وراح يكون فحص طبي كامل وشامل اللي راح يكون موثق في دفتر صحي اللي راح ياخذوا الحاج معاه ان شاء الله الى البقاع المقدسة. هذاك الدفتر الصحي راهو فيه راح يكون فيه التطعيمات واش داروا من التطعيمات. ومن هذا الباب نعاودوا نذكروا لان في العيادة إفادة كاين ثاني هذا العام كانت مراسلة من وزارة الصحة تاع المملكة العربية السعودية، كان لقاح جديد اللي دخل هذا العام. احنا العام اللي فات كان عندنا لقاح تاع ضد التهاب السحايا، ضد التهاب السحايا، وكان اللقاح تاع الانفلونزا الموسميه كان مستحب ما كانش الزامي، هذا العام ولا الزامي. من هذا الباب هدايا حنا ننصحوا باش يديروا التطعيمات تاعهم التلقيحات تاعهم، وياخذوا دائما بلي هذاك الدفتر الصحي راه مهم ومهم جدا، ويقدروا لازم يشوفوه في معبر الحدود في المملكه العربيه السعوديه. نشكركم جزيل الشكر دكاترتنا واساتذتنا الافاضل في دقيقتين. يعني ما الحقيبة، كاين حقيبة مخصصة للمصاب بداء السكري، نعم. الحقيبة. الحقيبة تحتوي على أدوية ممكن بعد نبسطوا الأمور إلى أقصى درجة، لأنه ممكن يجيبوا حتى عين اللوازل ليأخذها المريض. لما نتكلموا على زيغوي هذول اللي يديروا بهم الأنسولين باش يفهم للمواطن، نتكلموا على لونسات اللي نبيكيو بهم تاع ستيلو تاع الأنسولين تاع لاباري اللي نقيسوا بهم، شرائط قياس نسبة السكر في الدم، لاباري تاع السكر باللي بوندلا تاعها، هذو كلهم يعتني بهم، خاصة لما نتكلموا على كريم إدغاطونت، ما كانش ما كان له نشري تاع 100000، هذيك الكريم الكريمة اللي تندال القدم السكرية، ما كان له نروح نشري تاع 200000 300000، كاين كريم إدغاطونت، كاين لافازلين سون زودير منصوحة طبيا. بالنسبة للمرضى يديها خاصة لما نتكلموا على العمرة ننصح بها خط القدم السكرية لما تنشف تكون عندها عواقب وخيمة. شكرا جزيلا لكم ما شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله نتمنى لكم كذلك التوفيق في المهام يعني هنا في الصالون، بارك الله فيكم إن شاء الله، الملتقى إن شاء الله في الأسبوع المقبل. يعني مازال عندنا حصص ممكن إن شاء الله نخصوها أكيد. قناة القرآن الكريم تقف دائما خدمة للحجاج الميامين وزوار بيت الله الحرام. إذا أصل معكم وإياكم مشاهدينا الكرام مع يعني فعاليات هذا البث المباشر المتواصل، نربط الخط مباشرة مع زميلة ذهبية هامل. السلام عليكم ذهبية. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية متجددة. ستأخذنا وتصول وتجول بنا ضمن يعني أروقة الصالون، تقول لنا انطباعات المواطنين زوار لهذا الصالون، وكذا تعرفنا على مختلف الوكالات، وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم الحج والعمرة. نعم، وهو كذلك زميلتي ابتسام، تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام من قلب الصالون الوطني للحج والعمرة، ونحن في اليوم الرابع على التوالي لازلنا نعيش هذه الأجواء
الإيمانية العالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم كل إنسان من زيارة بقاع بيت الله الحرام. وفي ما يميز هذا الصالون هو حضور ومشاركة العديد من الشركات الأجنبية وكذا المؤسسات الفاعلة والناشطة في هذا الباب، باب الحج والعمرة وكذا وكالات السياحة والأسفار. ومعنا من الشرق الجزائري وكالة سياحية، وكالة الألفية ميلينيوم من برج بوعري ريج، هي الأخرى تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام. معنا ممثل هذه الوكالة بلال بن سلامة. السلام عليكم سيدي الكريم. السلام عليكم. وكالة الألفية وكالة معتمدة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، تأسست سنة 2000، أسسها الوالد حفظه الله. بالنسبة للبرامج نقدم، طيب قبل أن نستعرض هكذا ونعرض هذه البرامج، نحن نعلم أن هناك منافسة في هذا من قبل بعض الوكالات، وكالات السفر والسياحة. ما الذي يميز وكالة الألفية ميلينيوم هذا الموسم؟ إن شاء الله احنا بداخلين بعدة عروض، يعني داخلين بعدة عروض، عروض اقتصادية وعروض مميزة فاخرة. احنا نتميز ان العرض الفاخر نقدموه بسعر جد تنافسي، يعني نقدمه العرض الفاخر بسعر جد تنافسي. وميزتنا الخاصة ايضا انه فاتحين مطعم جزائري، هو اول مطعم بالمملكة العربية السعودية، اول مطعم بالمملكة العربية السعودية يقدم أشهى الأطباق الجزائرية منها التقليدية والعصرية. أسمعك سيدي، عادة المعتمر أو الحاج يفضل الأكلة الشعبية الجزائرية، وربما حينما يتذوق باقي الأكلات ينفر من هذه الأكلات ويحبذ، راعيتم هذه المسألة؟ نعم، نحن نقدم أطباق تقليدية تقليدية، وهذا هو المطلوب. يعني كاين معتمرين يقصدون من أجل هذا العرض، يعني أنا الراعي لهم هذه الميزة. ما هي الميزات ربما؟ ما هي الخدمات الأخرى التي تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم؟ إن شاء الله احنا عندنا طاقم متكامل، يعني مرشدين، أكفاء، إما مؤطرين، نسهر على رعايتهم، وإحنا عندنا إكرام الضيف من عادتنا يعني، فكيف بخدمة ضيوف الرحمن؟ فهي عزة وشرف لنا يعني. طيب ما رأيك في مثل هذا الصالون؟ الصالون هو في طبعته الخامسة، ما هي ربما الإضافة التي قدم هذا الصالون بالنسبة للوكالة السياحة؟ نعم، احنا كوكالة ميلينيوم الألفية كنا هذه ثاني مشاركة، والحمد لله يعني كانت فتحت علينا أبواب خير ولله الحمد في هذا الصالون، يعني كان خير علينا يعني. ربما ما الذي تطمحون لتحقيقه؟ نحن نعلم أن في موسم الحج هناك مشكلات، تحدث مشكلات، هفوات ربما، وقد العديد من حجاج بيت الله يتضمر من بعض ربما المعاملات التي تقدمها بعض الوكالات السياحية، هل أخذتم بعين الاعتبار هذه الأمور؟ نعم، احنا كل عام نستفيد ونتعلم أكثر. احنا من سنة 2000 واحنا فاتحين، وكل عام نتعلم ونحاول أننا نحسن النقائص هذه الموجودة، ولله الحمد والمنة، وهذه خدمة يعني هي عزة وشرف لنا كما قلت يعني. شكرا، بارك الله فيك الممثل بلال بن سلامة من وكالة الألفية ميلينيوم برج بوعري ريج. هكذا زميلتي ابتسام، كنا انتقلنا معك من وكالة السياحة والأسفار بالشرق الجزائري، وسوف ننتقل بحول الله في ربما في المباشر المقبل بحول الله تعالى مع وكالات أخرى من مختلف الجهات من الشرق والغرب والجنوب، حتى نعطي نفس الفرص والحظوظ لهذه الوكالات لتعرض خدماتها. لك الخط أختي ابتسام، نلتقي بك في فرصة أخرى بحول الله. إن شاء الله بحول الله تعالى سنلتقي بعد قليل بحول الله تعالى، ونعود الاتصال بك ونعود الترحيب بمشاهدينا الكرام.
قبل التحق بنا اللحظة في رحاب برنامج ضحى القناة وفقراتنا الخدماتية المتواصلة وإياكم إلى غاية حدود منتصف النهار. ضحى القناة على الهواء مباشرة من قصر المعارض بالصنوبر البحري، دعوة لكل مشاهدينا الكرام للحضور وزيارة صالون الحج والعمرة في طبعته الخامسة والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة، تعرف عن قرب على مختلف الوكالات السياحية والمعتمدة لتنظيم الحج والعمرة. نتشرف باستقبال كل من السيد عبد الرحمن الساسي المدير الفرعي لتنظيم الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة، أهلا ومرحبا بكم أستاذ. شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا على قبول دعوة البرنامج. كذلك ترحيب موصول بالأستاذ عثمانية محمد أمين صاحب وكالة سياحية، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم. شكرا على الاستضافة. أكيد من خلال هذا اللقاء سنطلع مشاهدينا الأكارم على جملة العروض والخدمات التي تقدمها الوكالات السياحية، وأكيد الديوان الوطني سيدي الكريم للحج والعمرة اتخذ جملة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح هذا الموسم بحول الله تعالى. بحول الله تعالى، شكر جزيلا لأسرة القناة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى مرافقتها لهذه الفعاليات. أكيد أنه الديوان الوطني للحج والعمرة كان قطع أشواط جد معتبرة في ترقية أداء تنظيم شعيرتي الحج والعمرة. نعم. والإطار التنظيمي الذي يحكم هذه العملية ينطلق بدفتر الشروط المنظم لهذه العملية، والذي على أساسه تمنح للوكالة وتؤهل لتنظيم عملية العمرة أو تؤهل لتنظيم عملية الحج. بالنسبة لموسم الحج إن شاء الله تعالى، هذا الموسم الذي شهد انطلاقة مبكرة بالمقارنة مع السنوات الماضية، كما شهد أيضا جملة من التدابير الجديدة التي دخلت في منظومة تسيير وتنظيم نشاط الحج في الشكل العام، على رأسها اعتماد الوكالات، أين نلاحظ أن دخول ما يقارب 15 وكالة سياحية جديدة لم يسبق لها تنظيم الحج. دفتر الشروط الذي جاء ليحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح المجال لمختلف الشركاء ولمختلف الراغبين ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة. بالنسبة لعملية تأطير الحجاج، دفتر الشروط دائما نقول هو الإطار وهو المحدد وهو المرجع القانوني الذي يحكم العملية، نص في العديد من المواد وفي العديد من البنود على ضرورة الرقي بالتكفل بالحاج، خصوصا تلك المرافقة الحثيثة، وإذا ثبت أي تقصير من طرف أي متعامل أو وكالة سياحية نالت شرف خدمة ضيوف الرحمن، أكيد أنه الإطار القانوني سيحدد طبيعة التعامل وطبيعة الجزاء. دائما نؤكد على يعني نقطة مهمة جدا، ولعل السادة المشاهدين يعني ممن اختارهم الله تعالى ضيوفا له لهذا الموسم، أنه النقطة الأساسية التي تربط الزبون بالمؤسسة أو بالوكالة هي عقد السفر. احنا صحيح احنا نقول للوكالة السياحية أنه يلتزم بهذا الإطار، نعم، ويجتهد في إبرام عقد السفر بينه وبين الزبون وبينه وبين الحاج، نعم، حتى يكون هذا التراضي، وحتى أيضا في أي حدث أي سوء تفاهم نرجع للمرجع الأساسي الذي تم الاتفاق عليه. ونؤكد على ونؤكد سيدتي الكريمة على ضرورة مطالبة الحاج ومطالبة المعتمر أيضا حتى في المجال العمر أيضا بأن يأخذ نسخة من عقده. إذا كان اتفق مع الوكالة مثلا في خدمات إضافية، اتفق مثلا في خدمة مميزة أو خدمة معينة، يجب أن توثق العملية وتوضح بها المبلغ وتوضح بها قيمة الخدمة وكل ما يتعلق بها، وهذا العقد يعني تسجل فيه كل المعلومات بطبيعة الحال المعلومات التي يعني نتكلم. نعطيك مثال، هناك من الحجاج ممن فتح الله عليهم ويسرت له الحال، نعم، احنا كي نجوا الإطار تاع البعثة في وجبة الإعاشة الرسمية عندنا فطور الصباح وعندنا وجبة العشاء، وجبة الغداء غير مذكورة يعني غير مدرجة. هنا
هناك من الحجاج من يريد أن يتحصل على هذه الوجبة مثلا، أو نتكلم على نوعية الوجبات، هناك من الحجاج الذين يحوث مثلا وجبات جودة، ذات جودة عالية جدا، مثلا أطباق وجبات مفتوحة على اختيار الحاج مثلا. هذه الخدمة التي مطالب الوكالة السياحية أن يعني أن توفرها لحجاجنا الميامين. وهنا يكون في بداية إن صح التعبير العلاقة التجارية ما بين الزبون وبين الوكالة، هناك عقد يوضح هذه الخدمة، ويوضح أيضا السعر، ويوضح أيضا عدد الأيام، مدة الإقامة، ومختلف أكثر من ذلك مثلا أكثر من ذلك. هناك نموذج خاص بعقد السفر مدرج مع دفتر الشروط، سواء دفتر شروط خاص بالحج أو دفتر شروط خاص بتنظيم العمرة، ومطالب من وكالة السياحة والأسفار التقيد بذلك النموذج. وبالتالي هذا هو المرجع اللي يحمي أولا الوكالة، ويحمي أيضا الحاج، ويحمي المعتمر. هنا قلت تأتي عملية مرافقة الديوان الوطني للحج والعمرة لنشاط الوكالات ولأداء الوكالات، خصوصا للوكالات التي تبدع في خدمة ضيوف الرحمن. وأكيد هناك أمثلة عديدة ومتعددة في وطننا الحبيب، من هناك بعض الوكالات اللي ذاع صوتها أمام المجتمع، الخدمات الراقية التي تقدمها، نعم، ونالت مرتبة كبيرة لما تقدمه من تفاني في خدمة الحجاج. وهنا نذكر أو نشير إلى ما ذكر به السيد وزير شؤون دينية في آخر لقاء صحفي له، على أن الوكالة السياحية يجب أن تنظر للحاج ليس زبون تجاري فقط، بقدر ما تعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى فيه، ويجتهد صاحب الوكالة على قدره من المسؤولية أن يحمل حقيبة الحاج، وأن يتضرع مع الحاج في دعائه، وكل هذا الجو الروحي الذي يجب أن تصنعه وتساهم وكالة السياحة والأسفار في صناعته لحجاجنا الميامين، حتى يقومون بتأدية مناسكهم على طريقة الصحيحة وفي الجو الرباني الذي نسعى دائما من أجله إن شاء الله تعالى. جميل جدا، وأكيد العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام هو شرف كبير للجميع إن شاء الله، في ميزان حسنات كل القائمين على خدمة زوار بيت الله الحرام. كذلك كنت أشرت سيدي الكريم إلى مشكل الإعاشة، هو من بين المشاكل التي كانت مطروحة بحدة في السنوات القليلة الماضية، والحمد يعني بذلت مجهودات كبيرة وزارة شؤون دينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة يعني إيجاد حل لهذا المشكل، وتقديم وجبات يعني وإطعام يتماشى والثقافة الغذائية للمواطن الجزائري. كيف تعمل وكالتكم سيد عثمانية على يعني توفير الإعاشة والإطعام لزوار بيت الله الحرام، وكذا مختلف الخدمات التي تعرضونها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول لكم على هذه الاستضافة الطيبة، ونشكر كذلك كل من ساهم في إنجاح هذا الصالون في الطبعة الخامسة للحج والعمرة. أولا نحن كوكالات، وأضيف شيء فقط على ما ذكره أستاذ عبد الرحمن، أنه قبل أن نتكلم عن العقد المبرم أو عقد السفر المبرم ما بين المعتمر وما بين الوكالة، فأذكر الجميع وأذكر نفسي أنه قبل أن يكون هذا العقد عقد السفر أو العقد المكتوب المبرم بين الوكالة والمعتمر، يجب أن يكون عقدا معنويا، لأنه نحن كوكالات قد شرفنا الله عز وجل بخدمة ضيوف الرحمن، وهذه المهمة هي تكليف قبل أن تكون تشريف. فيما يخص الخدمات، يجب على كل الوكالات، وقد استوجب علينا أن نتكيف مع كل الظروف، مع كل موسم وعنده مستجدات، فبتنوع البرامج من برامج اقتصادية وبرامج فنادق قريبة من المركزية، فيه الآن حتى فتحت أسواق يعني جديدة في آفاق العمرة، فما يعرف بالعمرة السياحية، العمرات الـ VIP الخمس نجوم،
وبالتالي يجب على الوكالة السياحية أن توفر للمعتمر كل ما يطلبه، لأن القدرة الشرائية صارت عندنا في الجزائر يعني قد تراجعت نوعا ما نظرا للظروف اللي تعرفها كل البلدان العربية. فمثلا موضوع الإعاشة هذا كان مشكل في السنوات الماضية، يعني حتى تدخل أنت للفندق شركة إعاشة كان من الصعب أنك تتحصل على شركة إعاشة وتوفر الأكل بطبخ جزائري أو طبخ مغاربي للمعتمرين. في المواسم الثلاثة الأخيرة الحمد لله في كثير من شركات الإعاشة اللي دخلت الأسواق في مجال العمرة، ويمكن لأي شركة عمرة أو وكالة سياحية أن تتعاقد مع هذه الشركات الإعاشة لتوفير أحسن الوجبات وبأحسن الأسعار وبأحسن جودة، وبالتالي يتفرغ المعتمر للعبادة فقط. نعم، حتى يتفرغ للعبادة. أما فيما يخص العروض يعني تختلف باختلاف المواسم. فمثلا رمضان وإحنا مقبلين على شهر رمضان، مقارنة بالمواسم اللي فاتت، رغم أنه فيه زيادة نوعا ما في مبلغ التأشيرة، إلا أنه حاولنا أن ننقص وأن نتفاوض على أسعار الفنادق حتى نحافظ على نفس الأسعار، ويقدر كل معتمر جزائري أن يقصد بيت الله الحرم بأحسن الأسعار، وحافظنا على نفس الجودة التي كنا نشتغل عليها في المواسم الماضية إن شاء الله. تقدر تحدثنا عن الأسعار، مثلا الأسعار اللي تقدمها وكالتكم السياحية في رمضان أو في المواسم الأخرى؟ يعني بصفة عامة في المواسم الأخرى والله تتراوح ما بين 130 ألف و 160 ألف. البرامج العادية، البرامج الخمس نجوم تتراوح ما بين 180 ألف إلى 250 ألف. جميل جدا، بارك الله فيك. كذلك سيد ساسي، من خلال تجربتكم في المواسم الماضية في تنظيم الحج والعمرة، ما هي النقائص يعني التي سجلتموها والتي تعملون على تداركها؟ يعني في الحقيقة الناظر في منظومة تنظيم عملية الحج في الجزائر يرى أن الدولة الجزائرية قطعت أشواطا جد معتبرة في تطوير هذه الشعيرة، وخير دليل هي تخصيصها لمؤسسة عمومية قائمة بذاتها تقوم على تنظيم هذه الشعيرة، سواء نشاط العمرة أو نشاط الحج باعتباره شعيرة ربانية وشعيرة لها مكانة عميقة في نفوسي وفي أرواحي وقلوب الجزائريين عامة. قلت الناظر والملاحظ لتطور عملية تنظيم الحج في الجزائر يرى أنه هناك العديد من المشاكل التي كانت مطروحة وكانت في قاموس الحج الجزائري. لما نقول كانت في قاموس الحج الجزائري، لو نقوله قبل خمس سنوات الوراء كنا نسمعوا في مختلف القنوات التلفزيونية افتراج الجزائريين للأروقة وللطرقات، ورفضهم لدخول الفندق، ورفضهم للعديد من الأثناء. لكن في الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة غابت هذه المظاهر من قاموس الحاج. أكثر ما يمكن نعطيك المؤشر الأساسي اللي ممكن أبني عليه هذا الكلام هو الآن رغبة الجزائري لما يخرج في القرعة، وهنا دائما نذكره بالإضافة التي يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تصنعها، لأنه الآن الوالد تاعي ولا الوالدة تاعي ولا أي مواطن في الجزائر كي يخرج يقول لك أنا ماذا بيا نروح مع الدولة، وهذه الآن والتي لاحظناها في موسم الحج الموسم الماضي واللي قبله. هذا إن دل على شيء يدل على تحسن الخدمات التي أصبحت تقدم، وهنا يلقي ويجعل بين قوسين مسؤولية كبيرة على الوكالة السياحية حتى تبدع في عروض
سنعود للتفصيل أكثر في العروض والخدمات التي تقدموها. شكرا بارك الله فيكم. نعود لزميلتنا ذهبية هامل وجديدها. السلام عليكم ذهبية، مرحبا بك مرة ثانية. ورحمة الله تعالى وبركاته زميلتي ابتسام. لازلنا نعيش وإياكم مشاهدينا الكرام زميلتي ابتسام فعاليات هذا الصالون، صالون الحج والعمرة، الذي شهد ويشهد إقبال جموع المواطنين. هذا إن دل على شيء إنما يدل على نجاح هذه الطبعة إلى حد كبير. كما تعرفنا قبل قليل عن وكالة الألفية ميلينيوم من الشرق الجزائري، نلتقي بكم إلى وكالة سياحية أخرى تقدم خدماتها، هي من الغرب الجزائري، هي وكالة الزاهية، مع ممثل هذه الوكالة حميدي عباد. السلام عليكم سيدي الكريم. اسمي حميدي عباد، من طاقم وكالة زاهية فوياج من منطقة الغرب الجزائري وتحديدا من وهران. أهلا بسكان أهل الباهية وهران. ما الذي يميز ربما وكالة الزاهية عن باقي الوكالات الأخرى بهذا الموسم؟ هذا الموسم الحمد لله احنا يعني وكالة جديدة، والتميز يعني أول مرة يعني ننظم العمرة، يعني عندنا ترخيص العمرة هذه السنة الحمد لله، وهذا توفيق من الله ولنا من الخبرة. يعني الحمد لله أنا كنت يعني اشتغلت يعني قبل سنوات في وكالة، والحمد لله عندي خبرة ما يؤهلنا لتنظيم العمرة إن شاء الله ولله الحمد. طيب، ما هي الخدمات والعروض المقدمة من قبل هذه الوكالة السياحية؟ الخدمات يعني هو الشيء الاستثنائي في هذه الوكالة، يعني احنا وكالة جديدة يعني ورانا نتعلم، يعني أنا قلت لك أنا عندي الخبرة الحمد لله، وإحنا وكالة جديدة وإن شاء الله نحتك مع الوكالات ونعرف كل شيء إن شاء الله، ورانا الحمد لله يعني في صدد إعداد يعني برنامج في رمضان إن شاء الله، ورانا في الدراسة إن شاء الله. ما هي ربما الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال هذه الوكالة السياحية؟ ربما هناك أهداف تريدون تحقيقها من خلال ربما هذه المشاركة الأولى كما قلت، ربما ستسعون على قدم وساق من أجل تقديم الأفضل والأجمل والأجود، أليس كذلك؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بربي إن شاء الله نكون في خدمة، يعني نقدم الأفضل ونكون في خدمة المعتمرين، وإحنا نطمح إن شاء الله باش يكون عندنا يعني طموح يعني زي الوكالات اللي نجحت الحمد لله، وهذا كله بفضل الله، ونتمنى ان شاء الله احنا نوعدوا المعتمرين يعني نكون في خدمتهم ان شاء الله. هذا اول شيء الخدمه، خدمه المعتمرين، ونقدم الافضل يعني بدون استثناء. يعني ربما ما هي المشكلات التي تطرح من قبل المواطنين مع هذه الوكالات السياحيه؟ ما هي المشكلات؟ يعني مشكلات يعني الان في هذه السنوات الاخيره يعني مشاكل قلت، يعني ما مشي كما بكري، يعني كان تاخير الباصات والفنادق، يعني كان لما الانسان يوصل يستنى كثير، الان الحمد لله الانسان يخرج من المطار يلقى كل شيء متوفر، يعني ما فيش زعما نهضروا الحقيقه، يعني ما فيش زعما اشكال كبير ولا، الحمد لله كل شيء على ما يرام الحمد لله. لكن نجد ربما بمجرد انتهاء موسم الحج أو العمرة تجد أن الكثير ربما من المواطنين يتضمرون من معاملات بعض الشركات الوكالات السياحية. هل استطعتم استدراك ربما هذه الأخطاء التي تحدث؟ لا، هي الإنسان من الأخطاء يتعلم، يعني هي من الأخطاء يتعلم ويكون الجديد إن شاء الله. هي فيه كما قلت لك يعني فيه بعض الإشكالات، لكن مع الوقت تتحسن إن شاء الله، تتحسن إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك الممثل عن وكالة الزاهية من وهران حميدي عباد على كل ما تفضلتم به، والكلمة لك زميلتي ابتسام، ونلتقي بك بعد قليل بحول الله تعالى. زميلتي ذهبية ولضيفك الكريم، نلتقي بعد قليل بحول الله تعالى، ونواصل يعني مع فقرات برنامج ضحى القناة معكم مشاهدينا الأكارم، ونعود لنقاشنا مع ضيفي البرنامج، كل من الأستاذ عبد الرحمن الساسي ممثل عن ديوان الوطني الحج والعمرة، والسيد عثمانية هو صاحب وكالة سياحية. طبعا نعود للفكرة اللي كنا توقفنا عندها قبل قليل متعلقة بالنقائص كيفية تداركها. كنت قلت أن الدولة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في ترقية تنظيم عملية الحج في الجزائر، وأهم ما يبرز هذا الجهد هي النتيجة التي وصل إليها تنظيم الحج في الجزائر، إلى سواء الإشادة بمستوى الذي وصلت إليه البعثة الجزائرية من قبل السلطات السعودية، ثم تقلص دائرة أو حجم المشاكل التي كانت مطروحة في السابق.
غابت من القاموس الحاج الجزائري العديد من المشاكل، سواء ذلك الاحتجاج الذي كان على الفندق او على نوعية الفندق او على مسافة الفندق او على وجبة الإعاشة، كل هذه غابت من قاموس الحاج الجزائري. واصبح الان الحاج يجتهد في ان يؤدي مناسكه بطريقة الصحيحة. اكبر دلالة على هذا الكلام هي سواء صالون الحج والعمرة الذي شهد اقبالا بشكل لافت بالمقارنة مع المواسم الماضية، إضافة إلى توجه الحجاج إلى مراكز التكوين والتدريب المنتشرة عبر ربوع وطننا الحبيب. أعود وأقول إلى أن المستوى الذي وصلت إليه الدولة في تنظيم عملية الحج أصبح يشكل مسؤولية كبيرة على وكالة السياحة والأسفار حتى تبدع في صناعة أو في إنتاج خدمات إضافية لحجاجنا الميامين. أصبح قلت المسؤولية كبيرة على وكالة السياحة والأسفار حتى تجتهد في سياسة تسويقية تجذب الزابون وتجذب الحاج حتى يسافر معها. طيب ما هي الإضافة التي يعني على الوكالات السياحية أن تقدمها في ما يتعلق بالحج بتنظيمها؟ هي إضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات أساسية وضرورية، سواء عملية سواء الإسكان أو سواء إعاشة أو النقل، وهذا الأمر الطبيعي والواجب والذي لا يمكن أن يتم الحج من دونه. تأتي هنا، نحن نعرف أن الزبون الجزائري يحتل مكانة خاصة عند إن صح التعبير المتعاملين السعوديين، وممكن يأكد للكلام هذا زميلي الكريم. نعم. يحتل مكانة خاصة لماذا؟ لذوقه. أقول تكلم منذ قليل الأستاذ أمين على أنه أصبحت شركات الإعاشة في السعودية بدأت تقترب من الذوق الجزائري إن صح التعبير، وأصبح الحاج يقدر يأكل الشربة اللي ممكن يطيبها له أي طباخ من الطباخين في شركة الإعاشة في المملكة العربية السعودية، لأنهم بدأوا يقتربون من الذوق الجزائري. هذه النقطة الأولى. النقطة المهمة أنه هناك من الفئات المجتمعية اللي يقدر مثلا يحتاج أنه غرفة مثلا ثنائية، مثلا فندق 5 نجوم، مثلا وجبات في الغداء والعشاء مفتوحة. كل هذه الواجب على الوكالة أنها تجتهد في التفاوض على أحسن الأسعار وفي سياسة تسويقية تجذب بها الحاج لأن يسافر معها، وتقوم بتلبية وتوفير مختلف الخدمات. هناك من حجاجنا الميامين، نعطيك مثال في قضية، خصوصا في قضية السكن. نعم. هناك من يعني فاتح ربي سبحانه عليه في عدة شكاوى فيما يتعلق بالفنادق، في مسألة قربها من الحرم المكي وحتى نوعية الخدمات التي تقدمها. بالضبط. بالضبط. هناك من الحجاج يقول أنا ماذا بي نكون في الأبراج مثلا، وهذه معروفة لدى الجزائريين، فهذه الخدمة تقدمها الوكالة السياحية. نعم. وبالتالي هنا حتى يعني نقدر نقولوا تتمكن الوكالة. وكيف تتعاملون سيدي من فضلك مع التحايل فيما يتعلق بهذا الأمر؟ في عدة شكاوى يعني متعلقة بتحايل بعض الوكالات بخصوص يعني الفنادق في مسألة قربها من الحرم المكي. موضوع أنا كنت قلت في البداية قضية العقد. العقد الممضى من كلا الطرفين هو المهم. مهم. في ثقافة الدولة وفي منظور الدولة هناك وثيقة تحكم العلاقة التجارية. صحيح الإرادة المعنوية أكيد لها أثرها الإيجابي على خدمة الحاج وعلى المعتمر، لكن العلاقة التجارية تضبطها أطر وتضبطها صيغة قانونية. الصيغة هذه متواجدة في دفتر الشروط، كل وكالات تخل بالتزاماتها، وأكيد هناك وكالات أخلت بالتزاماتها في مواسم الحج الماضية، وذلك الإخلال الذي نتج عنه سواء إهمال الحاج أو سوء التكفل أو خسارة مالية للحاج
نتج عنه إقصاء للوكالة من تنظيم الحج، وهناك من الوكالات من أحيلت ملفاتها إلى المصالح القضائية. وبالتالي هنا القانون واضح في هذا الإطار. قضية مسألة التكفل الأمثل بالحجاج، مسألة المرافقة الحثيثة والمتابعة للحجاج، يعني كي نقولوا باللي هذه الرحلة الإيمانية، الرحلة الوحيدة، رحلة العمر اللي يشتاق إليها كل مسلم وكل جزائري. هناك مجموعة مراحل تمر بها. هذه المراحل التي تمر بها الرحلة تحتاج مرافقة، وتحتاج ليست المرافقة فقط اللي أنا أتمشى معك فقط، وإنما تلك المرافقة المبنية على الثقافة ومبنية على الإرشاد ومبنية على حسن التكفل. جميل جدا، بارك الله فيك. ربما حتى نختم في دقيقة سيد عثمانية، أكيد عديد الوكالات تتنافس لتقديم عروض ترقى لمتطلبات الحاج والمعتمر الجزائري، ما هي العروض أو كيف تتعاملون وما هي العروض التي تقدمها وكالتكم حتى تجذب المعتمرين؟ ما دام ان السوق الجزائريه كما قال الاستاذ عبد الرحمن هي من احسن الاسواق العمرة التي يحبذها كثير السعوديين سواء فنادق او وكلاء، نظرا للعدد المعتبر للمعتمرين سنويا. وسجلنا في الثلاث المواسم الاخيره صار تنوع من حيث البرامج، ففيه من يطلب الخمس نجوم على المستوى ألف مثلا أبراج، يعني يطلب النقل يكون خاص، فيه ثقافة جديدة يقول لك أنا أن أنتقل ما بين مكة والمدينة بالقطار، قطار المشاعر، القطار الجديد هذا، يعني فيه يعني زبون اللي عنده تجربة في العمرة يعني يفهم قيمة الباكيج هذا، قيمة البرنامج، حتى توفر له كل ما يريده. أما البرامج الأخرى مثلا المتوسطة والمتوسطة، يعني احنا دائما نركز على ما بين الجودة والسعر، هذه هي. شكرا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأعانكم الله على تقديم أحسن الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. نلتقي في فرص قادمة إن شاء الله بحول الله تعالى، ونربط الاتصال مرة أخرى بالزميلة ذهبية هامل. السلام عليكم ذهبية، مرحبا بك مرة أخرى. السلام عليكم وبركاته زميلتي ابتسام، لازلنا نعيش وإياكم مشاهدينا الكرام في فعاليات هذا الصالون، صالون الحج والعمرة في اليوم الرابع على التوالي. عديد من المفاجآت التي هي بحوزتنا بحول الله تعالى، ولازلنا نستعرض وإياكم أهم نشاطات وأسماء في بالنسبة لوكالات السياحة والأسفار. معنا وكالة أخرى، وكالة إيمان للسياحة والأسفار، هي أيضا بحول الله ستشارك في هذه الطبعة، طبعة وتحاول أن تقدم عروضا مغرية من خلال ممثل هذه الشركة، شركة إيمان للسياحة والأسفار. معنا الممثل نور الدين بخروبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته بك. ما الذي يميز ربما شركة إيمان للسياحة والأسفار عن باقي الشركات السياحية الأخرى؟ هو عموما خدماتها، كل ما نقدمه من ما هي العروض ربما المقدمة من قبل هذه الشركة أو شركة هذه الوكالة السياحية؟ الجديد احنا خاصة تحسين الإقامة، تحسين النقل، الإقامة بهم في الأماكن في الحرم خاصة، هذه عموما. هل هناك ربما أشياء هكذا مغرية ستقدمونها من خلال هذه الوكالة حتى تستقطبون أكبر عدد ممكن من الحجاج؟ احنا دائما مع حجاجنا الميامين، دائما معهم بالمفاجآت. منذ متى وأنتم تنشطون؟ نحن من 92 إلى يومنا هذا، وإحنا ننشطون في الحج والعمرة والسياحة بصفة عامة. ربما ما هو جديد هذه الوكالة لهذا الموسم؟ إن شاء الله نحن مع الحجاج عندنا الحج، إن شاء الله راح ننظموا الحج، وعندنا عمرة رمضان وعمرة العطلة،
هذا هو الجديد يعني. شكرا الأخ الممثل نور الدين بوخروبة من وكالة إيمان للسياحة على كل المجهودات، وفقكم الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا بارك الله فيك. معنا ابتسام أيضا، اليوم ليست وكالة سياحية، ولكن كما تعلمين زميلتي ابتسام، إلى جانب الزاد المعنوي الذي ينبغي أن يتهيأ له الحاج، هناك أيضا زاد آخر هو زاد مادي. تعال نتكلم عن حقيبة الحاج، تكلم أيضا عن لباس الإحرام الذي هو جزء مهم أثناء عملية الحج أو العمرة. وتحضر معنا ربما هي شركة، وهي شركة لمؤسسة البسعادي للخدمات المقدمة للباس الإحرام. معنا ممثل هذه الشركة محمد فضة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الالتفاتة الطيبة. قبل أن ربما أن نتحدث عن خصوصية اللباس، اللباس الذي تقومون بتصميمه أنتم مؤسسة البسعادي، نحن نرى أن ربما من خلال ما نراه خلال طبعات الحج والعمرة، نجد أن هناك تشتت نوعا ما في طريقة اللباس في المجتمع الجزائري، ولكن ربما هذه الشركة ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها من خلال مؤسسة الإسعاد البسعادي، أليس كذلك؟ نعم، احنا ارتأينا ان نقدم للحاج الجزائري انه يذهب للحج بهيبة الجزائري المرفوع الرأس بلباس موحد من حقائب. هذا اللباس الذي ترتدينه؟ نعم، الذي نرتدوه، وكذلك بالحقائب وكل ما يحتاجه الحاج الجزائري، حتى اننا وضعنا اسم على اللباس الذي يذهب به الحاج إلى البقاع المقدسة ويحمل علم الجزائر واسم الجزائر. طيب، هل راعيتم ربما التراث الشعبي الثقافي الجزائري وكما أرى من خلال هذا اللباس؟ نحن ارتأينا أن نسمي هذه المؤسسة بمؤسسة البسعادي، والبسعادي أنها تراث وأصالة وأناقة معروفة من زمن، لذا ارتأينا أن نعطي للحاج اللباس الحقيقي للتراث الجزائري. التراث الجزائري من قيمة القماش ونوعية القماش الذي يرتديه، هي عودة للهوية الجزائرية. جيدة، ربما حدثنا قليلا عن الشعور الذي ينتاب الحاج وهو يقتني ربما هذا اللباس. أقول لك شيئا، أنه لا يقدر أن يعبر، لأن جونا حجيج مقبلين العام المقبل، ليس بالعام الهذي، واقتنوا أشياء من لباس الحاج المعتمد، دليل أن الحاج ونحن نعطيه هذه الملابس أنه أسعد. طيب، أنتم الشركة الوحيدة على المستوى الوطني أم هناك شركات أخرى منافسة؟ لم نجد أن شركة منافسة، نحن الشركة الوحيدة التي بأثمان مغرية المعتمدة بأثمان وبأثمان مغرية أنه تكون في متناول. شكرا بارك الله فيك على كل ما تفضلت به يا أستاذ محمد فضة من مؤسسة البسعادي لخدمات المقدمة للباس الإحرام. شكرا لكم، لك الخط زميلتي ابتسام، نلتقي بعد قليل بحول الله تعالى. بحول الله تعالى. تحية طيبة لك زميلتي ذهبية، بارك الله فيك. يعني نعود إليك بعد قليل، لما أنتم مشاهدين الكرام فما زلتم معنا يعني مع فقرات ومواضيع برنامج ضحى القناة المقترحة عليكم في هذا الصباح الطيب المبارك. يلتحق بنا في هذه الأثناء كل من السيد طيب محمد رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام، تحية لمشاهدينا أينما كانوا وحيثما وجدوا. أرحب كذلك بالملازم الأول مراد يوسفي المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، أهلا مرحبا بكم. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة القرآن الكريم. صباح الأنوار، وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. يعني كل من الأمن الوطني والحماية المدنية فيها جناحين خاصين بهما على مستوى الصالون الوطني للحج والعمرة. نبدأ معكم سيد طيبي، يعني المديرية العامة للأمن الوطني تشارك في صالون الحج والعمرة في جناح خاص يعني بشرطة الحدود من أجل تعريف الزوار بالمهام يعني التي تطلع بها
المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة الحدود، خاصة بمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل إنجاح موسم الحج، وكذا الإمكانيات المسخرة كذلك المادية والبشرية. فهل لك أن تضعنا في صورة الإمكانات والتدابير المتخذة سيدتي؟ شكرا. بطبيعة الحال سيدتي، المديرية العامة للأمن الوطني تشارك في الطبعة الخامسة لصالون الحج والعمرة، وهذا للتعريف بمختلف الإجراءات الأمنية والتسهيلية التي خصصتها لفائدة حجاجنا الميامين برسم هذه السنة، وذلك عبر كافة المطارات المعنية بالعملية، وهي مطارات رابح بطاط بعنابة، ومطار محمد بوضياف بقسنطينة، ومطار هواري بومدين الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى مطار أحمد بن بلة بوهران، ومطار العين البيضاء بورقلة. كما هي فرصة كذلك لزوار هذا المعرض للإجابة عن مختلف الانشغالات والتساؤلات، لا سيما في جانبها المتعلق بالعبور عبر المنافذ الحدودية باتجاه البقاع المقدسة. ننوه بهذه المناسبة بالتعاون والتشاور الحاصل بين المديرية العامة للأمن الوطني من جهة والديوان الوطني للحج والعمرة من جهة أخرى. هناك تنسيق محكم فيما بيننا بما يعود بالفائدة على حجاجنا الميامين، وذلك من خلال تبادل مختلف قواعد البيانات لاتخاذ إجراءات مسبقة لفائدة الحجاج حتى نسهل عليهم عملية المرور عبر الحدود. كذلك المديرية العامة للأمن الوطني من جهتها تضع القائمة النهائية للحجاج من خلال معالجة رحلات الحج تحت تصرف الديوان الوطني للحج والعمرة، وهذا لتسهيل عملية التكفل بهم على مستوى البقاع المقدسة. جميل جدا، بارك الله فيكم سيدي الكريم. نمر إليكم ملازم الأول سيد مراد يوسفي، كذلك الحماية المدنية متواجدة هنا في صالون الحج والعمرة. ربما يتساءل المشاهد الكريم عن طبيعة المهام التي تطلع بها الحماية المدنية ضمن بعثة الحج. أولا وقبل كل شيء أريد أن أهنئ الفائزين المواطنين الفائزين بقرعة الحج ل 2020، وكذلك للسنة يعني السنة المقبلة 2021. نهنئهم ونتمنى لهم حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور إن شاء الله. نحن نساهم كشريك مع الديوان الوطني للحج والعمرة وتحت الرعاية السامية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الصالون يعني للحج والعمرة. نحن سعداء يعني بالمشاركة في هذا الصالون، نستقبل الحجاج أو من يريدون الذين فازوا بالقرعة، وكذلك الذين يريدون الذهاب إلى العمرة بتقديم لهم بعض النصائح والإرشادات فيما يخص في البقاع المقدسة. وكما تعلمين سيدتي لقد شاركت الحماية المدنية يعني في السنة الماضية ب200 عون حماية مدنية كانت موزعة يعني في ثلاث مناطق، وهي في مطار جدة، مطار الاستقبال في جدة، وفي في مكة المكرمة، وبالمدينة المنورة يعني مدينة في بشقيها يعني في الناحية الإسكان وكذا، وكذلك مطار المدينة المنورة. كيف يتم تكوين هذه الأعضاء يعني الذين يساهمون في البعثة يعني في مباشرة بعد التقسيم الوزاري المشترك تعطى الحصة الحماية المدنية، فمباشرة يكون هناك يعني اجتماع لكل الأعضاء إعطاء التعليمات من طرف السيد المدير العام للحماية المدنية السيد العقيد بولا بوغلاف، تعطى تعليمات شاملة و يعني جماعية، ثم تقسم إلى ورشات كل ورشة في اختصاصها، سواء في المطار في استقبال في المطارات أو في الإسكان أو في الإعاشة أو في يعني في التائهين وهي الحصة المهمة، المرافقين كذلك. للعلم أن نحن نرافق الحاج يعني من مطار الإقلاع يعني من هنا من الجزائر عبر خمس المطارات يعني المعينة،
نقوم بتفويجهم ونقوم يعني بإعطائهم الأساور ونقوم بمرافقتهم وإعطائهم بعض النصائح حتى يعني داخل الطائرة مدة زمنية يعني 5 ساعات في السماء، نقوم بتحسيس وتوعية الحاج. فور عند وصوله هناك فرقة أخرى من البعثة الجزائرية من بينها الحماية المدنية، نقوم باستقبالهم وتفويجهم وصعودهم في الحافلات حتى يذهب سواء إلى مكة أو إلى المدينة المنورة. جميل جدا، بارك الله في مجهوداتكم إن شاء الله. سيد طيبي، يعني فيه عدد من إطارات الأمن الوطني يسهرون هنا في الصالون على الإجابة على مختلف استفسارات المواطنين. بداية، كيف تقيم يعني إقبال المواطنين والزوار على جناح الأمن الوطني، وما هي طبيعة الاستفسارات التي يطرحها المواطن الجزائري؟ بطبيعة الحال سيدتي، فيه بعض زوار المعرض الذين هم متعودين يعني على الذهاب للبقاع المقدسة، وفيه البعض اللي الأول مرة ربما يمشي البقاع المقدسة. يلفت انتباههم وجود الأمن الوطني بصالون الحج والعمرة. تكون عندهم عدة أسئلة، لأن ما ننساش أننا نكون على مستوى المنافذ الحدودية، يسألوا كثير على طبيعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود، في استفسارات على التأشيرة، في استفسارات على جواز السفر تاعهم إلى آخره. إذا نحن هنايا في إطارة الأمن الوطني للإجابة عن مختلف الأسئلة والتساؤلات، بل أننا نعتبرها خدمة عمومية نوعية نقدمها لهؤلاء ونتشرف بذلك. أكثر من هذا، أن القيادة العليا للأمن الوطني تولي عناية خاصة لهذه الفئة من المسافرين، باعتبار أنهم فيهم كبار السن إلى آخره. نوفر العنصر النسوي كذلك على مستوى شبابيك المراقبة للتعامل مع الحاجات، وهذه هي يعني أهم الإجراءات بصفة عامة. يعني كذلك يسهر إطارات الأمن الوطني على تقديم الشروحات الوافية المتعلقة بإجراءات السفر، التدابير، يعني كذلك الوثائق التي يجب أن يصطحبها معه الحاج بطبيعة الحال. كذلك حتى أننا نقدم لهم نصائح بالنسبة لبعض الأشياء التي يحملونها معهم على متن الطائرات، لأن في أشياء مسموح بحملها على متن قمرة الركاب للطائرة، وأشياء لا ننصح بحملها على متن قمرة الركاب، بل تذهب مشحونة مع الأمتعة على متن الطائرة. هذا من جهة. من جهة أخرى، كذلك كثير يتقدموا مع الحجاج إلى المطارات كثير من المرافقين، يعني من ذوي الحجاج ومرافقيهم إلى غير ذلك. وأنت تعرفي أن بالنسبة للمطارات فيها مناطق مسموحة لدخول العامة ومناطق غير مسموحة، يعني حتى لا نقع في هذا الحرج. إحنا نقدر يعني مشاعر الناس، حتى يتفهم لأنهم كذلك المرافق للحاج هذه الإجراءات. شكرا. إحنا نقدر مشاعر الناس بهذه المناسبة وعاداتنا وتقاليدنا في يعني توديع الحجاج، إلا أنه نقول أن لابد أن نحترم هذه المناطق، لأن هذه منشأة مطرية فيها أماكن مخصصة وواردة على سبيل الحصر، لابد من احترامها من الدخول إليها. شكرا، بارك الله فيكم. سيد مراد، كذلك من خلال يعني تجربتكم في مواسم الحج الماضية، أكيد وقفتم على بعض السلبيات وربما الأخطاء التي قد يقع فيها الحجاج والتي قد تحول دون السير الحسن لأداء مناسك الحج، ما هي هذه الأخطاء؟ أكيد سيدتي، نحن كذلك يعني في معرض هذا المعرض للحج والعمرة يجونا زوار، يعني الزوار اللي كانوا معنا في الحج يعني في السنة الماضية أو في السنوات الماضية، فنتلقى منهم يعني الشكر هكذا، ونحن ممنونون لهم بهذا الشكر، وهذا ما يدفعنا أكثر للعمل أكثر لتنظيم عملية الحج. من بعض يعني من بين النصائح اللي نمدوها للحجاج، أو من بين يعني السلبيات اللي شفناها في الحج، ودائما نصحح أنفسنا عام يعني وراء عام مقبل. من بين النصائح نبدأها من المطارات، يعني من مطار حيث الحاج يجي، يعني يكون عنده مسافة معينة يعني من منزلته حتى المطار، يزيد مدة الانتظار تقريبا 5 ساعات 6 ساعات داخل المطار، 5 ساعات يعني في السماء في حال الرحلة، ثم ينزل في المطار جدة أو المطار المدينة. هناك إجراءات
الحمد لله يعني في السنة الماضية من طرف السلطات السعودية خفت هذه الإجراءات قليلا، لكن الحاج يبدأ في النصيحة الأولى اللي نمدوها للحجاج وياه هي الأمتعة، هي الأمتعة. نشوف الحجاج سواء ذاهبين أم عائدين يحملون بأمتعة يعني أكثر من الطاقة تاعهم. نقول لهم يعني من النصيحة الحقيبة لازم تكون يعني تحتوي على معايير يعني مقاييس، هذا وخاصة حقيبة اليد اللي أصبحت دوكا الباجاجاما أصبحوا يسبق عائق حتى للخطوط الجوية الجزائرية حتى في الطائرة، يعني ما يخلوش حتى الباساج تاع الحجاج. هذا بين النصائح يعني الكثيرة. نقول لهم في المشايف عندما تصلون إلى الفنادق الآن كل الحجاج لهم يعني الهواتف الذكية، قوم بتصوير المكان أو تصوير اسم الفندق، خذ يعني لاكارت فيزيت حطها في البطاقة تاعك تاع الفندق حتى تكون تائه ولا يعني تستنجد يعني سواء بالبعثة الجزائرية أو بالسلطات السعودية مثل الشرطة أو الدفاع المدني. يعني كبار السن عاد هما اللي يكون معهم هذا المشكل، كبار السن. كبار السن أكيد هما الكبار السن، لكن عندما يسهل لنا المهمة يعني لأن هناك فرقة للتائهين، لما نشوف بطاقة يعني بطاقة الفندق يسهل لنا المهمة أين هو، يعني نذهب له مباشرة نذهب به، يعني أحسن من نقعد ندور على الفنادق ونحوس على الحاجة ده وين يسكن. هذه في مينا وعرفات هنا المشكل الكبير، يعني في مينا وعرفات نحن نعلم أن المخيمات مينا خاصة مينا يعني ما تسعش لكل أعداد الحجاج. هذه السنة رفع العدد إلى 41,300 حاج. هناك فتوى يعني من علماء الجزائر. شكرا لك، يعني الوقت يداهمنا للأسف سيد الملازم الأول مراد، شكرا لكم، بارك الله في مساعيكم الطيبة وفي مجهوداتكم يعني من خلال السهر على صح رعاية وحماية وأمن المواطنين وحجاج بيت الله الحرام. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، إن شاء الله تكون فرص أخرى سنلتقي بحول الله تعالى عبر قناة القرآن الكريم. نواصل معكم مشاهدينا، نعود لزميلة ذهبية هامة التي تأخذنا وجديد يعني الصالون وانطباعات الحاضرين سواء الزائرين أو حتى أصحاب وكالات السفر والسياحة. نعود إليك ذهبية. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، زميلتي ابتسام، العديد من الوكالات السياحية وللأسفار تقدم عروضا مغرية خلال هذا الموسم، موسم الحج 2020، ومعنا وكالات عديدة تحضر معنا في هذا البلاتو. معنا بداية مع وكالة مجموعة ساحة التوت للسياحة والأسفار، معنا ممثل الوكالة بلال عواق، عدنا إليك، كنا عند العهد وعدنا إليكم مرة أخرى. ما الذي يميز هذه الشركة، شركة ساحة التوت، عن باقي الوكالات السياحية الأخرى؟ الشيء اللي يميز شركة ساحة التوت هي الانضباط، صدق في المواعيد، أسعار مغرية ومنافسة في الجزائر، مع خدمات قيمة. يعني عندنا مرشدين دينيين، مرشد سياحي في المناطق السياحية، أيضا بالنسبة للحج عندنا أسعار مغرية، كان عندنا إقبال كبير تقريبا، يعني واش عطانا الديوان تقريبا عمرنا يعني بقى وعندنا أماكن لكن قليلة شوية بسعر المنافس اللي عندنا. شكرا بارك الله فيك. ربما ما هي ميزة هذه الوكالة لهذا الموسم؟ الميزة المخصصة هي الوكالة سنة عطانا الديوان الوطني للحج والعمرة، ميزنا بالحج سنوات مضت ما عطاناش، هذا العام هذا الحمد لله وفقنا ربي سبحانه وعطانا الحج، وعندنا مقاعد مجانية كثيرة مدينا هنا في المعرض، المعرض ومدينا ثاني هدايا كثيرة هنا ثاني في المعرض، من بينها عمرة مجانية، من بينها عمرات مجانية. شكرا بارك الله فيك الأخ بلال عواق، ممثل عن مجموعة ساحة التوت للسياحة والأسفار. معنا أيضا زميلتي ابتسام، وكالة سياحية أخرى، وكالة بكة. معنا من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم الأخ زاهي علي مدير عمرة بوكالة بكة سفر. هذه الوكالة اللي نشئت سنة 2007 ومعتمدة من طرف وزارة السياحة، فالحان الآن احنا الحمد لله متواجدين في معظم الولايات، عندنا 19 فرع، والهدف تاعنا أننا إن شاء الله بإذن الله في 48 ولاية يكون عندنا فرع بكة في كل ولاية بإذن الله. ربما ما هو الميزة التي تقدمونها من خلال هذه الوكالة؟
والله الميزة احنا عندنا شعارنا هو أننا والكل يعتمر. درنا خصيصا يعني عمرة اقتصادية بأسعار يعني رخيصة، يعني أسعار في متناول الجميع، والهدف من هذه الأسعار باش الناس كلها يعني حتى اللي ما يستطعش أنه بالسعر هذا ما يخفاكمش باللي أن السعر السنة هذه يعني يطلع شوية مع التأمين الطبي، ولكن الحمد لله في إقبال كبير، والناس راهي يعني الملفات راهي موجودة حتى في رمضان، الناس راهي إقبال ما شاء الله. شكرا بارك الله فيك. من وكالة بكة للسياحة والأسفار كل التوفيق والنجاح. معنا وكالة أخرى أيضا، هي وكالة من العاصمة، هي منصف مع ممثل هذه الوكالة، وكالة جولنار من العاصمة. معنا ممثل وكالة منصف بو علي، عرفنا بعجالة في عجالة عن هذه نعم الوكالة. احنا وكالة سياحية عندنا نقوم بالخدمات كامل، من بينهم يعني الحج والعمرة، ويعني شاركنا في هذا المعرض باش نعرفوا بالخدمات تاعنا، والحمد لله يعني الاسعار تاعنا عندنا اسعار اللي هي اقتصاديه، بصح الفنادق قريبه، يعني عندنا اسعار منافسه، وان شاء الله يعني نكون موفقين ان شاء الله في خدمه ضيوف الرحمن. وحنا الشعار تاعنا دائما نقولوا تفرغ لعبادتك واترك لنا شرف خدمتك. جميل هذا الشعار، شكرا بارك الله فيك. نلتقي بك في فرصة أخرى من وكالة جولنار العاصمة. شكرا الأستاذ منصف بوعلي. ومعنا أيضا من وكالة النووي، نووي للسياحة والأسفار، معنا الأستاذ النووي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحن في مجال العمرة تقريبا 15 سنة، ف الخدمات هذه اللي نقدموها للمعتمر أنه يكون مرتاح في مكة والمدينة وفي طيلة سفره، ونقوم بتأدية العمرة على أتم الوجه، وكذلك نقدم عروض جد مميزة، فنادق قريبة، رحلات مباشرة. اخترنا رحلات مباشرة لأنه المعتمرين وكبار السن يتعبهم السفر في الرحلات غير مباشرة، ولحفاظا على أبائنا وأمهاتنا، ونمثل المعتمرين أو الحجاج في خارج الوطن، نمثل الجزائر في خارج الوطن، لا نقول وكالة النووي بل نقول الشعب الجزائري، وفي داخل الوطن نقول وكالة النووي للسياحة والأسفار. أما لما نخرج من خارج الوطن، أي حاج أو أي معتمر نقدم له خدمات كان مع أي وكالة، نقول شعارنا خدمة ضيف الرحمن إن شاء الله. وكذلك ونحن هنا دائما في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أسألكم التوفيق والسداد فيما تقومون به من مجهودات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. عن وكالة النووي للسياحة والأسفار محمد النووي، شكرا بارك الله فيك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. كانت هذه زميلتي ابتسام عملية انتقاء عشوائية لبعض الوكالات التي ستنشط وتشارك في طبعة هذا الموسم، موسم الحج والعمرة. خدمناكم بكل حب وصدق، وحينما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام نخدمكم بكل حب وصدق. نلتقي بكم بحول الله تعالى في تظاهرات أخرى وفعاليات أخرى وصالونات أخرى بحول الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الخط زميلتي ابتسام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك زميلتي دهبية هامل، أكيد شرف كبير خدمة حجاج بيت الله الحرام. نجدد تهاني وتبريكات لكل من اصطفاهم، لكل من اختارهم المولى عز وجل، لكل الفائزين في قرعة الحج لهذه السنة. المولى عز وجل اللهم أعنهم على الحج، اللهم يسره لهم، اللهم تقبل منهم حج مبرور، ذم مغفور وسعي مشكور لكل حجاجنا الميامين. اللهم اكتب لنا ما كتبت لهم. أكيد كل مسلم يعني قلبه ينبض شوقا لزيارة بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. سأل المولى عز وجل أن يوفق كل حجاجنا الميامين على أداء مناسك الحج في أحسن الأحوال والظروف. إذا نواصل وإياكم مشاهدينا الكرام دائما ضمن فقرات برنامج ضحى القناة المتواصلة، ونصل إلى آخر محطة معنا في هذا الصباح الطيب المبارك. أسعد وأتشرف كثيرا باستضافة كل من فضيلة الدكتور موسى إسماعيل. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تحية طيبة إلى كل المشاهدين والمشاهدات، ونحن في هذه الأجواء الرائعة في الصالون الحج والعمرة، ونسأل الله تعالى التوفيق لكل الحاضرين في هذا الصالون، خاصة وأنا شفت يعني آباء وأمهات يعني شوق كبير إلى الحج وإلى العمرة، نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل. أرحب كذلك بفضيلة الشيخ أستاذنا الفاضل عيسى بخدوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أستاذة وكل السادة المشاهدين والمشاهدات. أنا سعيد جدا بلقائي بالشيخ موسى حفظه الله تعالى، وكذلك أتمنى التوفيق والسداد لكل المسؤولين على خدمات الحج، نسأل الله لهم التوفيق، وحج مبرور إن شاء الله تعالى، وذنب مغفور إن شاء الله تعالى. وكذلك يعني سعيد جدا كذلك أن أكون في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى التوفيق. شكرا، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. إذن حديثنا في هذا الدقائق المعدودات من عمر برنامج ضحى القناة سيكون حول واحد من أبرز الأحداث في يعني السيرة النبوية العطرة، صلح الحديبية الذي تمكن من خلاله المصطفى صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد 6 سنوات من الهجرة النبوية. أكيد سنواصل قصة وتفاصيل قصة صلح الحديبية. تسمح لنا فضيلة الشيخ نواصل مع أستاذنا عيسى بخدوني تفاصيل القصة التي كنا قد شرعنا فيها الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وقد شرعنا في صلح الحديبية، وهذا هذه الحادثة لها من الدروس والعبر الكثيرة نستلهمها، خاصة ونحن في صالون الحج، ويتعلق هذه تتعلق هذه الحادثة ببعض المواقف في السيرة النبوية في حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صلح الحديبية كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد العمرة في السنة 6 من الهجرة من ذي القعدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في 1400 من الصحابة قاصدا بيت الله الحرام ليؤدي مناسك العمرة. وتكلمنا يعني كيف قريش جمعت الجموع لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وتوقفنا عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان الحديبية، وهو من ناحية غرب المكة حوالي 20 كيلومتر عن مكة المكرمة. وهنا بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. وقبل ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية توقفت الناقة عن دابته القصواء عن المسير تجاه بيت الله الحرام، فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلأت القصواء، يعني امتنعت عن المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت الأسواء، وإنما وما هذا بخلق لها، وإنما حبسها حابس الفيل. وهنا فائدة لطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الأعذار حتى للحيوان، حتى لدابته دافع عنها في هذا الموطن. ثم كما قلنا بعثت قريش المفاوضين يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع عامه هذا، وبعض البنود سنتكلم عنها. وأراد عروة بن الزبير عروة بن مسعود الثقفي أن يبث في الصحابة الهزيمة النفسية بالإشاعة، فقال إن قريش قد جمعت لك الجموع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرى مسعود بن مسعود الثقفي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والتفافهم حوله. يعني قصة الحديبية فيها دروس وعبر كثيرة، سنقف إن شاء الله تعالى
جزءا جزءا ان شاء الله. اكيد، ومثل ما اسلفت يعني من خلال صلح هذا الصلح، صلح الحديبيه، تمكن عليه الصلاه والسلام رفقه صحابته الكرام رضوان الله عليهم يعني من دخول مكه الى مكه المكرمه واداء مناسك العمره. اخبرنا عليه الصلاه والسلام باجر الحج المبرور وباجر العمره مثل ما جاء في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب فضيلة الشيخ موسى اسماعيل، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يكون الحج مبرورا وحتى تكون العمرة مقبولة بإذن المولى عز وجل؟ إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كل من له قصد ونية أن يذهب إلى الحج والعمرة فهو مأجور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبدأ الأجور بمجرد النية، ثم يبدأ السعي بالذهاب بالإجراءات السفر ثم الذهاب. كل خطوة يخطوها هذا الحاج أو المعتمر ترفع له الدرجات وتزيد له في الحسنات، ثم يصل إلى مكة وقد أحرم ونزع لباسه ولبس لباس الإحرام. في هذا معنى وإشارة بأن الله تعالى سيغير حاله وسيخرجه من ذنوبه كما خرج من ثيابه، ثياب بيضاء دلالة على الطهر. لهذا نقول دائما احنا في نصائحنا وفي إرشاداتنا لحجاجنا والمعتمرين منهم، أول حاجة ينبغي أن نصحح النية أننا سنذهب ضيوف عند الله تعالى، ليس لنا غرض إلا محبة الله، وليس لنا قصد إلا أن نزور بيت الله، أن تعظم الأجور، أن تحط الخطايا. إذن هذه النية ضرورية. الأمر الثاني، أنني سأذهب ضيفا عند الله تعالى، الضيف لابد له من هدية. الله تعالى لا يطلب في غنى عنا وعن هدايانا، ولكن الهدية التي يطلبها من الحاج والمعتمر أن يجعل المال الذي يذهب به مالا حلالا، أن يكون ذهابه إلى الحج أو العمرة بمال طيب حلال. هذا ما يطلبه الله تعالى منا، أن نحج بالمال الحلال. والملائكة ترد على الإنسان إذا لبى لبيك اللهم لبيك، تقول له لبيك وسعديك، مالك حلال و مطعمك حلال. لكن إذا كان المال حرام تقول له لا لبيك ولا سعديك، المال مال حرام إلى آخره. الأمر الآخر، ونحن نريد الذهاب إلى الحج والعمرة، وقد تفضل الشيخ قبل حين وهو يتحدث عن الحديبية وصلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة لأداء العمرة، لكن المشركين رفضوا وأبوا أن يدخل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت الصلح على أن يدخلوها بعد الحديبية، بعد الصلح في عام آخر، وهي التي تسمى عمرة القضاء. حتى في أصعب الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مع قريش وخوف من تآمر قريش، ومع ذلك كانت له رغبة في الذهاب إلى مكة للعمرة. ولهذا نقول لحجاجنا وحاجاتنا، ولو كانت الظروف صعبة، ظروف صحية، ظروف مالية وإلى غير ذلك، إنسان يتحمل هذه المشقة وهو يذهب إلى بيت الله الحرام، لأن الله سيعوضه كما عوض النبي صلى الله عليه وسلم ونصره بأن دخلها ولو بعد عام آخر.
سيعوض الله تعالى الحاج والمعتمر بالرزق الحلال، بالتوسعة، بالصحة، بالعافية، بالأجر إلى غير ذلك. لهذا ينبغي أن نكون في صدق مع الله، وأن نكون على أرفع مستوى من الأخلاق العالية. لا نذهب إلى الحج ونتعدى على الآخرين بسوء الأخلاق، ولهذا زاد الحاج أخلاقه ومعاملته. جميل جدا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شكرا. فضيلة الشيخ عيسى أبو خدوني، الحج هو فرض على من استطاع إليه السبيل، وقد لا يتاح يعني للمرء إلا مرة واحدة في العمر، فكيف يمكن يعني للمسلم أن يحافظ على أجر وثواب هذه الشعيرة سواء بالنسبة للحج أو العمرة كذلك؟ نعم أستاذة، أولا الحج مدرسة يتعلم فيها الإنسان كيف يهذب نفسه، كما أسلف الأستاذ حفظه الله تعالى ويبارك فيه، هو مقبل على ضيف على الله عز وجل، والإنسان لابد أن يحافظ على الضيافة، بمعنى الكلمة من حسن الضيافة، والإنسان لا شك أنه سيحصل أجر عظيم جدا في زيارة بيت الله الحرام. ونحن نتكلم على السيرة النبوية، جميل جدا أن إنسان يقرأ السيرة النبوية قبل ذهابه إلى الحج حتى يقف عند تلك المشاعر ويعرف جهد الصحابة وما عانى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالحاج الآن لما يذهب من مكة إلى المدينة أو يذهب من الميقات من ذو الحليفة إلى مكة حوالي 450 كيلومتر سيشعر معاناه الصحابة عليهم رضوان. لابد للحاج أن يستشعر هذه المواقف وهذه المآثر، كذلك عند طوافه بالكعبة يتذكر إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كذلك. فالحج التحصيل الذي ينبغي أن يحصله الحاج هو تقوى الله عز وجل طول حياته. فحقا يعني الحج هو مدرسة كبيرة للإنسان من ناحية الروحية، من ناحية النفسية، من ناحية حتى من ناحية المادية، أن الله عز وجل يغدق عليه بالأجر العظيم من الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يقف عند هذه المحطات. ورحم الله ابن القيم رحمه الله لما رأى يعني قافلة ذاهبة إلى الحج استشعر تلك المواقف وهو حج مرة، فقال: فيا سائقين العيسى قفوا لي على تلك المرابع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق يوما تعيش وتسلم. فالإنسان لما يذهب إلى الحج أولا هو يمثل كذلك بلده، ينبغي أن يمثل بلده أحسن تمثيل، فكما قال الشيخ يكون ذو خلق وذو كرم ويكون طيب الكلام وطيب الأخلاق حتى يعطي صورة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا في صلح الحديبية أعطوا صورة مشرقة عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، فلهذا اندهشت قريش من تلك المحبة العظيمة التي يكنها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ربما كلمة هكذا نختم بها فضيلة الشيخ لكل من يعني لم يختارها الله سبحانه وتعالى في قرعة هذا الموسم، كلمة نطيب بها أنفس يعني الحجاج يعني اللي نواوا الحج ولم يسعفهم الحظ. وأولا من كان له الحظ في القرعة ووفقه الله تعالى نهنئه. نعم، نهنئ جميع الأباء والأمهات، الإخوة والأخوات، وحتى الأبناء والبنات على هذا الفوز بالقرعة، واللي ما خرج في القرعة نقولوا ما زال فرص أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله يعطيهم الله على نيتهم ويعظم لهم الأجر أعظم. الأعمال بالنيات. آمين يا رب. ونية المؤمن خير من عمله، إذا كان صادق مع الله تعالى رب يعطي له الأجر كامل إن شاء الله تعالى. شكرا لك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء أساتذتنا مشايخنا الأفاضل. بهذا مشاهدينا يكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء وهذا العدد الخاص من برنامج ضحى القناة، تابعتموه مباشرة على الهواء من قصر المعارض بصنوبر البحري وفعاليات الصالون الوطني للحج والعمرة المتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحياتي في الختام، تحيات الفريق الذي خدمكم تحت قيادة نادية شراير في الإخراج، في الإشراف حسن رقيق والزميل حمزة نادير، في التنسيق كذلك سهيلة دومنجي،
حسينة حداج في تسيير البلاطو وكل يعني زملاء التقنيين الحافلة التقنية أجدي تنين. دمتم في رعاية الله وحفظه. متابعة طيبة رفقة ما تبقى من برامج قناة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.